بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. وفي آخر المطاف في هذه الجلسة المباركة المنورة بفضل النور الذي هو نور على نور سبحانه وتعالى، كون هل النهاية ما تكون إيجابية إلا للإيجابيين مع الرحمن الرحيم. قال آمنوا آمن، قال جاهدوا جاهدنا، قال استقيموا استقمنا، قال عادوا أعدائي عادينا أعداءه، قال هناك بعث آمنا بالبعث، قال أن هناك عالم الشهادة وعالم الغيب قلنا آمنا بذلك يا ربنا يا من تعلم علما مساويا بالنسبة للمغيبات وبالنسبة بالحاضرات. وكذلك جددنا العهد مع رسل الله خاطبة لا نفرق بين أحد منهم عليهم السلام، كذلك نعتبر أن الملائكة عليهم سلام الله هم يدعون لنا أن يصلون لصالحنا، فنحمدك يا ربنا والحمد لله أولا وآخرا. آمين يا ربنا يا كريم.